في كثير معاني، بس كل هالمعاني تتمحور حول هذه الفكرة، فكرة أن نتحد بيسوع المسيح ونصير أعضاء حقيقيين بجسد القدوس، لأنه لا جسد حي خارج جسد المسيح. إذا لم تأكل جسدي تأكلون جسدي وتشربون دمي، فليس فيكم حياة أنفسكم. لا جسد حي خارج جسد المسيح، ولحتى جسدك أنت كيانك يعيش حياة أبدية لابد أن تتحد بجسد المسيح. يجب أن تأكل جسدي وتشرب دمي، هيك يكون بالأمر، لتكون الحياة في أنفسكم. مش موضوع في غير أوبسيون، ما فيش غير أوبسيون. إن لم تأكل جسدي وتشرب دمي، يجب أن تأكل جسدي وتشرب دمي، وإلا ما في حياة في أنفسكم. اثبتوا فيا كما أن الغصن يثبت في الكلمة لتأكل ثمرة. والغصن لما بيثبت بالكلمة بيموت بهي بس، ويقطع ويلقى في النار. ما في حياة، ما في لك أمل. فإذا لابد أن تتحد يوم بعد يوم بشخص المسيح للي هو الكلمة، للي هو بده يمدك بنعم السماء. وبكل اللي نعمله بالقداس الالهي هو هيدا الهدف، المناوله والاتحاد بيسوع المسيح، وان انطلق لحياتي المسيحيه من جديد لاكون اكثر واكثر انسان قرباني يذبح من اجل احبائه على مثال المسيح. وانا اكثر واكثر بكون عم بصير فوت اكثر بروحانيه هالمملكه السماويه، عم بصير اكثر واكثر افهمها بحياتي، حقيقتها بحياتي. هالمملكه نرجع نقول الى نظام، مملكه النعم، مملكه الخيرات، مملكه الخلاص، مملكه بذل الذات. هودي أوانينا، هيدي شرائعها، لابد أن تدخل فيها. ومشان هيك القداس الإلهي عم بيجذبك من أوله لآخره لتوصل لهالاتحاد، لهالحقيقة. كل يوم بعد يوم بيجي بيقول لك يلا شد حالك، رحمة الله عليك، شد حالك أكثر حتى توصل لهالحقيقة للي أنت بتقشع بتعيشها، ولكن بعد ما عشت للجملة، بعد ما وصلت لملء قامة المسيح، بعد ما وصلت لهالهدف إنك تجي تبذل ذاتك من أجل أحبائك، ما وصلت، بس عم بوصل، عم بشتغل على ذاتي. مشان هيك بيقول فادر بيو كل قداس بينعمل هو بيقربنا لملكوت الله، بيدفشنا لقدام، بس على شرط انه يكون في عندي هالطواعية، هالاستعداد، هالتأهب الدائم لتلقي نعم الله بحياتي. هيدا هو. بس إذا بيجي القداس وكون أنا ماني متأهل، ماني مصلي، ماني إنسان عيني وإيديي وأحاسيسي كلها شاخصة على شخص المسيح لحضور الله، ما رح أستفيد من القداس. ما رح أقدر أنطلق إنسان عم يعمل فشخة جديدة بإيمانه، فشخة جديدة باختباره، باختبار يسوع المسيح. فلحبلش الناس اللي بيصير
بين دايما الكتب شيء نوزع الكتب القداس والقسم الثاني اللي هو قسم الخارستية اللي فيه بصير تقديس الكربان
في المناولة. ولكن هالقسمين في قسمين تانيين. في القسم الأول اللي هو تهنئة الذبيحة الإلهية واللي هي حياة يسوع الخفية. القسم الثاني اللي هي بيكون بحضرها الكاهن ولا بشرحها. القسم الثاني اللي هو حياة يسوع العلنية اللي فيها منبلش الطلبات السلامية بزيادة الكتاب المقدس الإنجيل وبنقرأ في الرسالة الإنجيل والوعظة هذا بسموه حياة يسوع العلنية. وبنرجع حياة يسوع آلام يسوع المسيح. وبالقسم الأخير اللي هو يسوع المسيح في حياته المبشرة من بعد المناولة. كل فترة من أي مسيرنا الشروقين لا المناولة كل هذه فترة الآلام. وبعدين فترة الصعود والحياة المجيدة ليسوع المسيح. فإذن هون بنقرأ أربع أقسام موجودين بالقداس الإلهي. القسم الأول اللي هو أنتم ما كثير بتعرفوه اللي هو بيقوموا فيه الكهنة واللي هو التهيئة للذبيحة. قبل التهيئة للذبيحة في صلاة الباب اللي هي فيها الفوري بيوصل على باب الكنيسة قبل ما يطلع على الهيكل الكبير المذبح الكبير يطلب استدعاء روح القدس وبيصلي صلوات قدوس الله قدوس القوي وبيرجع يقول أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر خطايانا أبانا الذي في السماوات وبيرجع بيكمل يقول ارحمنا يا رب ارحمنا فإننا عاجزون عن كل جواب ارحمنا يا رب وبيكمل هذه الصلاة فإن عليك توكلنا لا تغضب علينا جدا ولا تذكر آثامنا بل انظر الآن بقلوبك المجد للآب وبيطلع صوب العذراء افتح لنا باب التحمل يا وليلة الإله وبيرجع بيكمل بصورتك الطاهرة نجد أيها المسيح إلهنا وبيذكر عمل الفداء بالصلاة الخوري والنعمة اللي لقيناها من فداء يسوع المسيح وبيرجع بيطلع بالعذراء أنت يا بوع التحمل يا وليلة الإله فأهلنا بشفاء بيرجع بفوت الكاهن أدخل بيتك يا الله وأشهد أمام هيكلك المقدس بمخافتك. هذه صلاة الباب الذي بيصلوها الكهنة قبل ما يلبسوا البدلة السكرستية بالكنائس البيزنطية مش موجودة هاي مثل ما تشوفوها. السكرستية ورا الهيكل ورا الإيكونوستاس بيلفوا بجبه السوداء الفوري أول شيء وبعدين بيطلع على السكرستية ليلبس البدلة الكهنوتية. هالبدلة الكهنوتية اللي هي علامة اللي بتمثل شخص المسيح الجرأة في الطهارة والقداسة والسمو في الخدمة. هاي البدلة اللي شايفينها هي شبيهة باللباس اللي كان يلبسوه بالزمان بهذيك العصور. كان الرجال زمان يلبس أو قميص ويحط زنار ويحط قاب عليه. كان لباس معروف بالقرون الأولى المسيحية. والكنيسة أعطته طابع أكثر مقدس وأكثر فيه سمو من حيث النوعية الماشي من حيث المعامل الروحية اللي نخدمها. أول شيء هاي الاستخارة اللي هي بيلبسها الكاهن أول شيء اللي بسموها القميص اللي هي رمز الخلاص ورمز البرارة. بيقول فيها الكاهن تبتهج نفسي بالرب فإنه ألبسني ثوب الخلاص ورداء السرور وعصبني كالعريس وزينني كالعروس. أول ما يلبس هاي رمز المرارة والطهارة. بعدين الأكمام بيلبسها الكاهن هي رمز القوة. يمينك يا رب عزيزة القوة تهدد الأعداء وتردع المقاومين. وبيوضع بإيده اليمين وبإيده الشمال يداك صناعتان وجبلتان فهني فأتعلم وصاياك. من هالإيد
الثاني للي بترمز الى ضعف الكاهن، ولانه هو خليقه الله وهو ضعيف وبحاجه لنعمه الله، وهون يتذكر الكاهن انه هو انسان ضعيف، انسان خاطئ، واذا هو واقف لانه قوه الله معه. يداك صنعتان وجبلتان، فهمني فاتعلم وصاياك. بيرجع بحط البطرشين للي هو بيرمز الى نير المسيح. احموا النير عليكم فاني وديع ومتواضع القلب، ان نيري خفيف وحملي مدني. احملوا النير عليكم. وبترمز الى النعمه اللي كل النعم اللي ربنا بيعطيها للكاهن، من نعم اعطاء الاسرار وشفاء المرضى واعطاء الغفران للناس، كلها النعم. تبارك الله الذي يفيد نعمه على كهنته كالطيب على الرأس النازل على اللحيه، لحيه هارون النازله على طرف ثيابه. فاذا المطرشين هو بيرمز الى النعمه اللي ربنا بيعطيها للكاهن. الزنار يرمز الى الاستعداد، يرمز الى القوه اللي فيها. بيقول تبارك الله الذي يمنطقني بالقدره وقد جعل طريقي بلا عين. تمطر يعني وقت انت بدك تمشي مظبوط بدك تحط الشاط، وهلا بضل قشقش البنطلون عليك ما بتعرف تمشي مثل العالم. بدك تحط الشاط تحزم امورك لتقدر تمشي بسهوله ورياح. مثلا الزنار اللي بتقطعه هو التهيؤ للمسير بالرساله وبعمل الخير وبالقداسه. في عندنا الحجر للي مش دائما بنلبسه للي هو هيك بشكل مربع كريم، هو اللي بيرمز الى السيف. والسيف تقل سيفك على جنبك ايها القوي، ايها القوي بحسنك وجمالك استلم وسر الى الامام واملك بالحق والدعه والبر فتهديك يمينك هديا عجيبا. فاذا السيف اللي هو كلمه الله، كلمه الحق للي الكاهن دائما بده يحملها بقلبه ويعلنها لكل الناس. هيدا بتشوفوه هيك عشان بيكونوا مربط. الفلونيه هي رمز كمان الصفاء والفرح بنعمة الله للي ظل للكاهن. كهنتك يا رب يبتهجون، يلبسون البر وأصفيائك يبتهجون ابتهاجا. من بعد هيدي الأفلونية اللي هي الكاب الأخير اللي كنت بقول عليها، هيدي أفلونية هي بترمز الى البهجه بنعمه الله، واللي هي بترمز الى صفاء القلب والروح عند الكاهن لازم يكون يتمتع فيها. وهيدا هو النار وهيدا البطرشين. هيدا هو البطرشين. بعدين في عندنا الاكمام هي هون، هودي الاكمام تبع الاله الله. وحتى كمان بحطوا الكاهن لحتى قميص ما تمزج بالدم بالخبز اللي هو عم يصلي عليه. بعدين الكاهن، وهيدي انتم ما بتشوفوني بعملها هلا صرنا بنستعمل المطهر هذا بتشوفوه دائما ديزانفكتون بنستعمل، بس هو لا قبل الكاهن بس ما يلبس بدنته بيروح على مسبح التقدمة وبيغسل ايديه. بيغسل ايديه لحتى يستعد لتهيئة الذبيحة. وبيقول افتديتنا من نعلة الناموس ايها المسيح، فانك سمرت على الصليب وطعنت بالحربة فانبعت للبشر الخلود ولنفوسنا عظيم الرحمه. أبعد الخلود فيا مخلصنا المجنون. هيدي ابتدأنا من نعلة الناموس
ممكن لازم يجيب معنا لبناني ثاني. هيدي اللبناني المطلوبه بيكون عليها مثل هيك بتشوفوها الاملام، يسوع المسيح ابن الله المخلص، معناتها باللبناني إخفز او يسوس خريستوس سطير ابن الله المخلص. هيدي اللبناني الكبيره للي بتشوفوها بترمز للعذراء. المسبح التقديمي هو المغارة بيت لحم، والسرية اللي هي المسود قصر السرية اللي بحط فيها الأرمانة هي المسود، والمسبح هو مغارة بيت لحم، والأرمانة هي العذراء، ومنا منشيل يسوع ومن ذلك الأرمان منقول لذكر ربنا أول شيء ابتدينا من نعلة الناموس، لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ثلاث مرات، وبعدين بنقص الحمل بشكل مربع مثل شاة سيفة إلى الذبح وكحمل اللاعب فيه أمام الذين يجزونه، هكذا لم يفتح فاه بتواضعه أوذي أبدا. بكلمين بنقول يصبح حمل الله بحمل خطايا مثل ثلاث سيفة إلى الذبح وكحمل اللاعب فيه أمام الذين يجدونه، هكذا لم يفتح فاه بتواضعه ألغي قضاؤه، وبتنقص الحمل بس ما ينقص بينشال من العبرة والتربية، وبنقول يرفع حمل الله رافع خطايا العالم مثل ما رفع على الصليب، وبنشيله من التربية نرجع نقلب الحمل على ظهره ونجده، ونقول يصبح حمل الله حامل خطايا العالم، نقص بشكل صليب من مرة، وبعد ما نقصها نرجع نقلبه على ظهره ونقول وإن واحدا من الجند طعن جنبه بحرب، فبنشك الحرب بالخبزة السكين. هلا الحرب اللي هو السكين اللي نعرفها هي بشكل مثلث، بس مش عم نستعملها بالاصل الالماني، من هلا بنجيب هذه السكين العاديه. وانا واحد من الجند طعن جنبه بحربه فخرج للوقت دم وماء، والذي عين الشهد وشهادته الحق. بنشيل الالماني من وبنحطها من فوق على راس السنين من فوق. بتحضير الذبيحه بعد تحضير الذبيحه انا بعد بلشت هذا القسم اللي هو حياة يسوع الخفي، وبعدين منشيل من بعد ما نشيل يسوع ونحطه على من فوق على راس الثانية منحضر العذراء. وقامت الملكة عن يمينك متزبلة ومزينة بوشاح موشب الذهب، وبحطها على جنة يمين الحمل، وبرجع بذكر باخذ لبانة مربعة وبذكر فيها كل الآباء والرسل والقديسين والشهداء والمعترفين، تسع اجزاء زياح مجزأة لهيدي اللبانة المربعة، وبذكر فيها كل القديسين الماجدين ابائنا في القديسين معلمي المسكون، القديسين صفوان الشهداء معلمي المسكون، الرسل الابرار، القديسين صنيع العجائب، والقديسان الصديقين وشفيع الكنيسة والقديس الذي نؤمن تصدره اليوم. بهيدي اللي بتشوفوها قطعة خبزة هيك مزيحة، تشوفوها اللي عم تشوفوا معي كيف هي مزيحة، تسع قطع. حطها كمان على شمال الحمل. برجع بحط نوايا الأبرار الطيبين، العربين الصغيرة للي هن الطيبين، ونوايا الراكضين، وبينقسم السنية إلى قسمين، قسم السماء مملكة السماء، وبتنقسم السنية إلى قسم الكنيسة المجاهدة اللي هو نحن، والكنيسة المنتصرة، والكنيسة المتألمة اللي هن الأنفس المطهرين. ما بيكونوا بالسماء، بيكونوا تحت. فبتنقسم السنية إلى قسمين، قسم السماء بطرح الحمل والقديس
العذراء والملائكة وقسم للي هم الكنيسة المجاهدة وبين قسمين في الكنيسة المتألمة للي هن الأنفس المطهرة. وكلهم بسكنهم وبرجع بسكن حالي أنا الصلاة إنه ربنا يسكنني. وبوقت وقت بطعن الحرب بهذه السنة الثانية وأنا واحد من جمع أنا قرأ جنبه بالحرب فخرج الوقت دم وماء والذي عاين شاهدا بسكوا بالخمر بالكاس وبرجع بسكوا فوق الكاس نقطة مي. نقطة المي اللي هي الطبيعة البشرية للي بدها تنزج بالطبيعة الإلهية وبدها تتقدس. مبارك اتحاده قديسين يا رب. نحن اللي بدنا نصير قديسين بالقدوس طبيعتنا اللي مثل المي بدها تصير مليانة من نار النور. وبعدين بجيب الأختي. الأختي بأول قداس برمزوا إلى الأقماط للي يسوع تخلق غطوه بالقمط. وبرجع أنا غطي بالأقماط بقول الرب قد ملك والجلال لبس لبس الرب القدرة وتنطق بها غطي الأربان. في كمان النجم سوري النجم اللي هو حطه فوق السنين للي هو وأنا نجم واقف فوق المكان الذي ولد فيه الصبي. والنجم هيدي الحديد في إلى مثل نجم صغير يعني بس عندنا بقداسنا ما في هالنجم يا بتكون انقطشت يا بتكون ما بعرف شو هي النجم بتكون هاي الحديدتين اللي بتشوفون في إلى مثل نجم تحت منها صغير. ايه هودي الغطيه للي بنحطهم على هي على القرابين وهيدي بنحطها على الكاس. بس قبل ما نحطها على القرابين في هيدي للي بتشوفوها هيدي بسميها النجم. واتى نجم ووقف فوق المكان الذي ولد فيه الصبي. هون يسوع بعد ما بشر بعد ما انطهر وهرب على مصر الى اخره بيكون من تحت منها في نجمة صغيرة طار حديد بس بتنبطش اوقات اوقات مش موجودة بس لازم يكون في لها مثل نجمة صغيرة نازلة. الشغلة الثانية على الأخت هي هو الرب قد ملك وجلاله لبس لبس الرب القدرة وتنطق بها غطى جلاله بالسماء والأرض أيها المسيح إلهنا استرنا بستر جناحيك بهيدا واطرد عنا كل عدو ومحارب وارحمنا يا رب وارحم عالمك بما انك صارم من البشر. هيدا يسمون الاقماط. وقت ولد الصبي غطوه ولفوه بالاقماط وضعوه في المسجد. هيدا الرمزيه الاولى. الرمزيه الثانيه بيشرحوها بياخذوا معنى ثاني بعدين. ملف. هلا بحكي لكم عن المعنى الثاني. هون حضرت الذبيحه. هيدي قسم يسوع حياة يسوع الخفية. يسوع بعد ما أعلن نفسه كمسيح ومخلص العالم ببلش القداس الإلهي. ومثل العادة بتعرفوا ما في شيء أسرار ما بتتحقق بلا استدعاء الروح القدس. الروح القدس اللي هو عم يكمل عمل يسوع من بعد صعوده إلى السماء. مباركة أيها الملك السماوي المعزي. ومن بعد استدعاء الروح القدس للي هو بده يحقق هذا السر فينا والقرابين بفتتح القداس بمباركة مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل الأوان وإلى دهر الدهرين. نحن صرنا هون بهيدي اللحظة نحن بالمملكة السماوية. نحن بحضرة الله. الله حاضر. عم بيسمع صلوات. مجرد ما نقول مباركة مملكة الآب الثالوث الأقدس حاضر. وإبن العذراء حاضر. والقديسين والملائكة حاضرين. كله حاضر بالقداس. على هيك. فإذا مشان هيك يا هني الطقس الشرقي
حتى بالكنيسة قبل كان وش الكاهن على الهيكل. الله حاضر على الهيكل، أنا بكون ضهري لإله. وشمس العدل، لأنه دائما كانت الكنيسة زمان تتعمر شرق غرب، دائما الهيكل جهة الشرق. أنا وجهي صوب الشرق، والعالم كله وجهه بيكون صوب الشرق. شمس العدل. فإذا مشان هيك عندنا هالطريقة، وجهنا صوب النور، صوب يسوع المسيح. وبلش بالطلبات السلامية. الطلبات السلامية إلها تاخذ معنيين. أول شيء معنى كوني، وتاني شيء بتاخذ معنى العالم اللي كان عايش بالخطية وظلال الموت ينتظر رحمة المسيح وخلاصه. المسيح المنتظر. وما بلش الطلبات، والطلبات السلامية بيقولوا لنا أبونا إنه فينا نغيرها النوايا، فينا نزيد عليها، بس نغيرها ما بتتغير. بدل ما تكون 11 نية بنعملها 14 أوكي، بس ما فينا ننقص 11. ليش؟ لأنه ليش؟ أولا في عندنا بسلام إلى ربنا. أول شيء بده يكون في عندك سلام داخلي مع ربك. عندك منك ملبك لا بنفسيتك ولا بنواياك. أنت جاي تبني سلام مع الله، مش جاي باعتبارات ولا بنفسيه مشربك، جاي تطلب السلام الله بحياتك. أول شيء بده يكون جاي بهنية. إذا بجاي بغير نية ما تعذب حالك. مش نقول لك أول طريق لك أبونا بسلام إلى ربنا. في سلام؟ بدك السلام ولا بدك شيء ثاني؟ هون إحنا بنركز السلام حبيبي. إذا في عندك شيء ثاني مش مطرحك. برجع بكمل لأجل السلام العلوي وخلاص نفوسي إلى ربنا. العلوي شو العلوي؟ يعني يتحقق ملكوت الله على الأرض. تتحقق. نحن جايين لنحقق ونشتغل من اجل بناء مملكه الله على الارض. نحن بدنا هذا الشيء ونقول له يا رب ارحم، اسكب نعمك علينا وحقق ملكوتك بحياتنا وبالكون كله. لاجل سلام العالم اجمع والثبات كان هيدي الغايه القصوى. بعدين الحياه اليوميه هلا لاجل سلام العالم اجمع ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى ربنا الطلب. هلأ نعيش على مستوى الكنيسة في الأرض أن نعطيها السلام، نعطيها الاتحاد، الثبات، اتحاد الجميع بإيمان واحد. ما يصيرش فيه هرطقات، ما يصير فيه منازعات، انقسامات. اتحاد الجميع إلى ربنا الطلب. بعدين شوف التدرج والطلاق، تسلسل. بعدين لأجل هذا البيت المقدس الذي نحن جايين عليه والداخلين إليه بإيمان وورع ومخافة الله. بيتنا كنيسة، رحلة من الكنيسة في العالم كله إلى الكنيسة المحلية للكنيسة. وبنقول ومخافة الله إلى ربنا. يعني هون بيرجع بكبر انه القداسه والرحمه ليخافون الناس اللي خافوا الله ولن يطلبوا دائما رحمه الله عليهم. ينتقل الى رئيس الكهنه والكهنه والشمامسه الخدام اللي عم يشتغلوا بحقل الرب وجميع الفيروس وكل الناس المؤمنين الى الرب ينطق. كمان بيتطرق على كل المسؤولين الروحيين من رئيس الكهنة وكل اللي عم يشتغلوا معه من كهنة وشمامسة وكل الشعب المؤمن. بيرجع بينتقل إلى المسؤولين المدنيين، الحكام وجنودهم. بيرجع بينتقل إلى هالمدينة اللي فيها عدة كنائس، مش كنيسة واحدة.
وكل مدينة وقرية يكمل لأجل اعتدال الأمن، يعني الطقس والمناخ والطبيعة ووفر ظلال الأرض. يضل الانفيرونمون منيح، نضلنا عايشين بكرامتنا، ما تجينا فيضانات، ما تجينا زلازل، ما تجينا كوارث. إلى الرب نطلب. وبكمل ولأجل المسافرين بالبحر والبر والجو، المرضى المتعبين المتألمين، الناس المسجونين والمأسورين، كلهم هم بيطلب الرحمة لهم. وبعدين بيختم بيقول لأجل نجاتنا من كل ضيق غضب خطر شدة. هون كل التجارب بيتعرض لها الإنسان عندما بيضعف بعالم الجسد وضعفات الجسد. يعني عم بيقول لي نجني من التجربة، نجني من تجربة الجسد ومن ضعفات وأعبدني غضب خطر، بعدين استدني حتى قوم بأعمال الصالحة بحياتي. كل من هودي نوايا، كيف بدك تطلع منهم؟ ما هودي نوايا كونية شملت العالم كله، ما فيك تزيد، فيك تزيد عليها بس ما فيك تشيلها. تخيلوا بتفكيرك ما فيك تشيل شيء. بعدين بقول لنسكن سيدتنا الكاملة القداسة للي قبلت نعمة الله بحياتها بتواضع وبمحبة، وجميع القديسين والمودع المسيح إله أدواتنا مثل ما العطرة أودعتكم كل حياتنا وقالت لها أنا أبا بالرب فليحكمي بحسب قولك. وبعضنا بعضا وحياتنا كلها، شو معناته بعضنا؟ يعني كلنا مسؤولين عن بعضنا البعض، كلنا بنسأل بعضنا البعض، كلنا بدنا نرحم بعضنا البعض، وكلنا ما يكون عندنا الاستعداد مثلنا مريم العذراء. وبهيدا النوايا كلها شمال الكون كله، واستحضرت ابن العذراء والقديسين، فصار بهالنوايا كلها كل شيء حاضر، كل شيء بعقلي وفكري وبضميري موجود، وعم أدعو للحضرة الإلهية للقدس. وهون صلاة الأنتيفون لأن هي أوقات بتكون على ضوء العيد. مثلا إذا كان عيد الهلال السيد بتكون صلاة الأنتيفون على ضوء عيد السيد، إذا كان عيد القيامة بتكون صلاة الأنتيفون على ضوء عيد القيامة، هل بتصلوها قبل بشفاعة ولد الإله؟ إذا كان في عيد ما بعرف جميع القديسين بتكون صلاة لجميع القديسين، حسب شو العيد بنقول هالصلاة. وهي الصلاة استعداد لا بتكون اخذ فردي او شيء من حياه يسوع المجيد، من اعمال الخلاصين اللي مثلا الدخول، الصعود، القيامه، التجسد، دائما بتكون هيك او احد الناس للي هن كمان عمل الله بحياتهم، هيدي من اعمال الله. وبصير الزياح بلكي بالإنجيل بسموه صلاة الدخول. وحتى أيام زمان كان الإنجيل مش دغري يكون على المذبح، يكون على مذبح الليتورجي. في مذبحين بالكنيسة البيزنطية، مذبح الهلمان ومذبح هذيك المال. مذبح الهلمان يكون عليه يكون القيامة، ومذبح هذيك المال يكون عليه يكون الميلاد الذي نحط فيه القرانين. بياخذ الإنجيل لأبنا وبيقوم وبسموها صلاة الدخول. صلاة الدخول هي يسوع المسيح.
المسيح إعلان يسوع يسوع المسيح العلني. يسوع المسيح بحياته الخفية هلأ العلني كان مخلص العالم. وهذا بذكرنا يسوع الذي عم يبشر بالجليل بأورشليم وكل المنطقة وكورزين ولخلها كل هالمنطقة بيمروا نحو الإنجيل أنا وبكره بين الشعب رمز لحضور يسوع المسيح بيناتنا نور للعالم والشمعات اللي بيمشوا قدام هدي رمز إلى يوحنا المعمدان الصادق للي كان عم يحضر لمجيء المسيح والصليب للي هو شعار بشارته وللي هو شعار للي خلص فيه العالم هيدي رمز بشارة يسوع المسيح مشان هيك بنمشي بالصليب وبعد منا الضغمة الملائكة للي بيكونوا المراوح وعلينا التبخير للي بيكون عم يبخر الكتاب المقدس للي هو رمز حضور يسوع بالذات. في عنا ثلاث اشياء مقدسة بالقدس: الكتاب المقدس، الأيقونة، والذبيحة. هودي مقدسات. هو منه شغلة عادية، هو يعتبر مثل أيقونة. كلمة الله مكتوبة بهالكتاب. هالكلمة هي نور. هي بترمز لحضور لأنه كلمته. بس بنحملها كأنه عم بحكي. وبالإنجيل في عندنا فينا عندنا أيقونتين، أيقونة القيامة ومن الثاني هي أيقونة الصلاة. وقت نهار الأحد بكون عم زيح الإنجيل بمسك الإنجيل على صورة أيقونة القيامة. إذا بكون قضية الجمعة بمسك الإنجيل على صورة الصلاة. شايفين الإنجيل؟ بس أول ما المذبح
السيليان، لأن هو رمز ومثال لعمل الله بالإنسان، مثال لأن هذا القديس لنكون على مثاله، لأنه اتحد بكلمة الله وتقدس، بيكون مثل أنه رمز، بيكون لأنه قدوة هذا القديس اللي عم نذكره اليوم. بعدين بنقول قديس الكنيسة، أيها إن الملائكة في الجسد بيرون الأنبياء، لمارياس، لكن لمارجوريوس أيها الشهداء في أيها عظيم الشهداء جواز المقدرة مكرم، كل قديس له له طبريه. بعدين طبريه العظيم. أوكي؟ يا نصيرة المسيحيين، أو إذا كان شيء عيب بنقول طبريه غير طبريه النشيد. نشيد العيد للعذراء. هون انه وقت بنقول بشفاعه والده الاله، وقت بنقول العذراء قديس القديسين، شو ليش؟ لانه القديسين بالنسبه لنا هن مجال النعمه لنعم الله في حياتنا. اذا كان فيكم مريض فادعوا كهنة الكنيسة وصلوا من أجل المريض فينال الشفاء، لأن طبة الأمراض لها قوة عظيمة عند الله. فإذا الله مين؟ القديسين. ونحن إذا القديس هو خير لنا، مثل ما بيشوفوا لواحد للتاني صلي كرمال، اذكرني بصلاتك، هات نصلي كلها كرمال جديد شخص. نحن شو نعمل؟ ندعي القديس للي هو امام حضرة الله، انه يصلي معنا امام البي السماوي حتى ننال النعم. وهو القديس لانه اتحد بيسوع، حتى يسوع اعطى نعمه انه يشاركه مش بس بالشفاعه. ربنا وقت بيقول انا ملكتك على كل شيء، مش ملكتك على شيء مش على شيء ثاني. يسوع المسيح هو الشفيع الوحيد امام الله لكل البشر. هيدي هو المخلص، هو الفادي، ما حدا فادي ثاني. بس شفاعه القديسين تختلف عن شفاعه يسوع المسيح امام الله وعن ذبيحه يسوع. شفاعه القديسين هي المعيه مع يسوع المسيح بالشفاعه من اجل خلاص العالم. فإذا كيف بالأحرى تكون أم الله للي أعطته للعالم، وأصبح نحن إخوة ليسوع المسيح، ونحن أبناء لأن العذراء لأنه هي أمه. فإذا نذكر هالقديسين، وبعد منا بنقول لأنك قدوس أنت يا إلهي. شو عم بقول معه؟ عم بقول صلاة الملائكة، قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت. هيدي الملائكة بصفة الرؤية. قدوس الله ليش؟ لأنه هلا نحن بوقت بدنا نسمع كلمة الله، الرسالة والإنجيل، ونحن بنرجع نعمل نفس العمل اللي عم بيقول الملائكة حول كلمة الله، الكتاب المقدس أو الإنجيل، إنه نرجع نقول العمل اللي عم بيقول الملائكة القديسين، قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت الحمد، اهلا وسهلا فيه، نحن كلنا بصلاه. قدوس الله ترمز للاب، قدوس الله الاب الذي احب العالم حتى انه بذل ابنه الوحيد، وقد خلق كل شيء بالابن، وبالابن كمان افتدينا، وبالابن اصبحنا ابناء الله بالتبني. احب الله العالم وقبلنا النعم بالابن. قدوس الله القوي مين؟ الابن الذي انتصر على الخطيه، على الموت، على ضعف الانسان، الذي افتدى البشريه. قدوس الله القوي الابن، وقدوس الله الروح الذي لا يموت، الروح القدس المعطي الحياه. ومعطي الحياه بتقول من ايها الابن، نقول بصلاة أيها الملك السماوي، كنز الصالحات وواهب الحياة الذي لا يموت. فإذا هي قدوس الله،
قدوس طاهر قدوس الذي لا يموت، باسم الآب والابن والروح القدس ارحمنا. ارحمنا لحتى نفهم كلمتك، لحتى نفهم إرادتك في حياتنا. أعطينا الحياة فنفهم شو بدك منا. قدسنا وبتبلش بعد منك قراءة الرسالة، للي بتكون دائما الرسالة متكاملة مع قراءة الإنجيل إلى حد ما، أو مناسبة للعيد اللي نحن عم نعيده، الرسالة والإنجيل. وبعدين بيقول في صلاة بيصليها الخمري قبل ما يقول الإنجيل: أيها السيد المحب البشر، أدرك قلوبنا بصابر لمعرفتك الإلهية، وافتح عيون أذهاننا لنفهم تعاليمك الإنجيلية، ضع فينا خشة وسياق مربوطة، حتى إذا دسنا الشهوات الجسدية نسير السيرة الروحية مفكرين وعاملين بكل ما يرضيك، لأنك أنت استنارة نفوسنا وأجسادنا أيها المسيح الإله، ولك نرفع مجدك والآب والأمر والقدس الآن وكل أول أول. فإذا إصغار لتفهم كلمة الله ما فيك تفهمها بقوتك الذاتية كإنسان. هذا الكتاب كلام، هذا الذي كتب كتب بإلهام الروح القدس، ولا يفهم إلا بإلهام الروح القدس. مثل ما كتب بالروح اللي كتب فيها بالروح ذاتها بدك تفهم، ما فيك تفهمه أنت دائما بعقلك. فمشان هيك أنا بستدعي الروح القدس ليفهمني شو في بهالكلام. أول شيء أنا ككاهن وعلى المؤمنين ليفهموا كمان. فإذا بعد منا بس ما إجي كمل كلمة روحية بدي يكون الروح عم يشتغل فيي وبالناس عم تصغي، مش بس فيي أنا وبالناس اللي عم يسمعوني. لأنه إذا كنت أنا عم بحكي والناس مش عم يسمعوني بذكائهم الشخصي ما رح يفهموا شيء. فإذا الروح يجب أن يعمل بالكاهن ويجب يعمل بالناس اللي عم تصغي لكلمة الله. مشان هيك هو عمل نعمة الله فينا. فإذا من بعد ما تخلص اسم الكلمة لتوصل للعظة بسموه حياة يسوع العلنية. هلا آلام يسوع المسيح، ترمز إلى حياة يسوع العلنية آلام السيد المسيح. من بعد بقول: حتى إذا كنا مصونين بعزته بكل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الدائرين آمين. أيها الممثلون الشهود، سريا مين الممثلون الشرورين؟ نحن بنمثل الشرورين، يعني لازم نكون على مثل الملائكة نستقبل ملك المجد. فلنطرح عنا كل اهتمام الدنيوي مثل الملائكة نصير لنستقبل ملك المجد. أيها الممثلون الشرورين سريا، للي حاضرين معنا بالسر مش حاضرين بشعر، والمرنمون للداوود المحي بالنشيد المثلث التقديس: قدوس 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 رب السبعون. فلنطرح عنا كل اهتمام دنيوي لنستقبل ملك الكون. فاذا بالبركه الذبيحه انا عم فوت درب الصليب، بس ما احمل الالمين. يسوع يدخل اورشليم يتالم درب الصليب، الشعرين بالصليب بس بمرقة القرابين، وبيكون قدامه ليسوع في النور والصليب، وبيكون في الملائكة اللي دائما عم تستقبله، ولأنه هو نور العالم، مخلص العالم، جاي يخلص العالم. مشان هيك بس بنضرب بالقرابين درب الصليب، بوضع يسوع على المذبح، تلميذ المذبح هو الجلجلة
سيذبح الحمل. هون بده يتم عمل الخلاص الفداء. ووضع يسوع على الهيكل كذبيح. بس ما حط الأنابيب بشيل الأقماط اللي كان فيهم هو طفل مكمل وبوضع شو الأكفان اللي الغطى الكبير بصير هو بالكفن وبيجي يقول إن يوسف الوجيه أنزل من الخشب جسدك الطاهر ولبه بكفن النقي وحنون وجهزه ووضعه في قبر شريف. هذه الأولى بالسر وبغطي يسوع بالأكفان. بعدين بس ما غطي يسوع بالأكفان في شيء اسمه إعلان التوبة. يسوع اللي مات كرمالك وافتداك مستعد يعطيك كل الرحمة وكل الغفران لابد انك تتوب. والتوبة دي أهم عمل بيرضي الله وبيقدر محبة الله. أنا وقت بعمل توبتي قدام يسوع المسيح المذبوح كرمالي كون انا عم بقوله يعني عم برد له شديد يعني على القليل انه عم بقدر اللي عمله كرمالي. مشان هيك بس بحط القرابين بيجي بقول شو بقول؟ رجعوا التحفوا به الطلبات الملائكيه على حال غير مظهور، غير الحاله الروحيه اللي فيها الملائكه عم بتحف حول الحمل الذبيح. هذا كله من سفر الرؤيا تحكم به الطغمات الملائكية. هللويا 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 هللويا. بتعرف شو معناتها؟ هللوا لله هللوا لله إيلي هللويا أو هللوا يهوى بالعبر هللوا لله. هللويا هللويا هللويا. بعد منا بيجي بقول يا كلمة فوري لنكمل طلبتنا إلى الرب. يعني خلينا نكمل طلب الرحمة من الله، طلب إنه يشفق علينا، خلينا نكون في حالة توبة دايما لنكمل هالذبيحة بسلام ويسكن سلامه علينا. لأجل هذه القرابين الكريمة المقدمة إلى الرب خلينا دائما بالمصارعة. بعدين سوري لانه شوي ليس طويل بل مشاهد. ايها رب الاله القدير القدوس وحده وقابل ذبيحة التسبيح الاولى الفوري ندعيك بكل قلوبنا كلنا وكل الحاضرين. نحن الخطا قدامك انت المذبوح وقدمنا إلى مذبحك المقدس واجعلنا جادرين أن نقدم لك القرابين وذبائح الحية عن خطايانا وجهالات الشعب. يعني عم نقدم لك كل اللي عندنا من ضعف من خطيه من أعمال صالحة بلا منا برحمتك الكبير. ايه صرنا خالصين تقريبا ما بدي يمكن شي ثلث ساعة أو ربع ساعة نخلص. حرام تشتركوا لي إياه. يلا ربع ساعة. يلا ربع ساعة. بعدين في شغلة وحدة بتقولها. بالدس الإلهي. أنا بقول السلام. أما ما بدي أقول السلام. وقت بيكون في شيء عقائد. إيمان. وقت الإنجيل السلام لجميعكم في الكتاب المقدس. وقت إعلان عقيدة إيمانية أو شيء جوهري أساسي أولى السلام لجميعكم قبل المؤمن. بدك تكون بسلام لتسمع كلمة الله. بدك تكون بسلام لتعرف إيمانك بالله. بعدين بيرجع السلام وقت المناولة. وقتها كمان تبريك الأرامين نعم ربنا يسوع المسيح محبة الله لأب شركة روح القدس فلتكن مع جميع. لأنه في تبادل عقيدة 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 عقيدة. هون
نحب بعضنا بعضا لكي نعترف بنية واحدة. مثل ما يسوع صلحنا مع الآب وغفر خطايانا على الصليب، خلينا هلا كمان نصالح بعضنا البعض لنعترف بنية واحدة بالآب والابن والروح القدس، الثالوث الواحد المجوهر وغير المتقسم. إذا ضروري تلبس إيه، وإلا ما تكمل الذبيحة مش عارف. إذا هون مرحلة التوبة الحقيقية والمصالحة، كانت العالم بالزمان تنسلم على بعض. هلا وقفوها لأنه كانت تعمل كرقعة، بعدين بالقرون القرن السادس وقفوها. كان بتقول لهم حبوا بعضكم بعض وبلش السلام، بتعمل ضجة يعني صار آخر شيء حبوا بعضكم بعض. كان بس هلا اختصروها بعدين صارت بديل بالضبط. عند الاجانب ايه، بس هي المصالحه مضبوطه كان بيخدم بعضها. ايه بعضهم بيعملوها بعض الكنايس، بس هي فعلا اذا كان في كثير عالم بتعمل لك خليط النحل. ليش كان نقوله ايه؟ ايه هلا كثير صاروا بيعملوها، بس العالم كمان كانوا بيعملوها وكانوا بالنقمه يقولوا ايه قبل ما يتقاسموا الربان. بعده لهلا عند الاقباط او عند الارمن بيمروا واحد بيجي معه مثل الباب تبع الخبز المقلوب، بيمروا على ناس بيقصوا الخبز والملح غير الارباب اللي بيتناولوه غير الناس. بالنقطة نو ايه نو الابواب ايه هاي الابواب للموظفين. في قسم للي بيشاركوا فيه الموظفين اللي هو قسم الكلمه، موظفين للي هن الناس للي بعد ما صاروا مسيحيين. بيحضروا قسم الكلمه وبشفاعه والدنا الالهي المخلص خلصنا. يا كلمه الله ابن الوحيد هي السنه او مثل نؤمن باله واحد مختصر للي فيها الموظفين بيقدروا يشاركوا فيها. يا كلمه الله ابن الوحيد شوفوا فيها هالجمله، بيقول لها ابونا فينا نستبدلها لهالترتيب بترتيب ثاني؟ ما بتصير. لأنه ترتيلة عقائدية. هيدي ترتيلة عقائدية من القرون الأولى للمسيحيين كانوا يصلوها. ما فيني أنا أجي هيك أشيلها. يا كلمة الله ابن الوحيد. عم بحكي عن يسوع المسيح ابن الأرض. الذي لا يموت الحي. الذي قال عنه الروح القدس أنت ابن الله الحي. لقد رضيت من اجل خلاصنا. انت تجسد تجسد من مريم العذراء. بعدين شو بيكمل؟ انت تجسد من مريم العذراء بقول يا ابن الانسان عم بصير شكله. فتأنست بغير استحاله وصلبت وفديت ومن موت وطئت الموت القيامه. انت احد الثالوث القدوس عم بعد عن الايمان بالثالوث الاقدس. خلصنا. بعمل قطعة كلها عقائد، كيف بدك تشيلها؟ هيدي تساوي نؤمن، هيدي تساوي نؤمن. كان يقولوها الموظفين اللي بعد ما وصلوا للعباد، يوقف الموظفين كيف قسم من ورا بالكنيسة، مشان هيك شغل المعبودية ضلوا من ورا كمان، لأنه بيتعمد المعتمد وبيفوت على صحن الكنيسة. ما له حق يفوت قبل ما يكون اتعمد، مش هناك رجل العباد كان يدور ورا للبر. وكانوا المغوصين في باب باب مثل ما هلا شايفين باب وباب لورا، بين البابين كانوا المغوصين يعبدوا. بس يكون مفتوح، بس ما يقول المؤمن يسكروا الابواب. يقول الشماس الابواب الابواب بحكمة فلصني يسكروا الابواب، لانه المغوصين ما عادش قادرين يشاركوا لانه هن مش معمدين. بعد ما صاروا بسبب المسيح. موظفين وقتها كان في ناس تتبشر ويكونوا بدهم حابين يعملوا مسيحيين وعم يتعلموا التعليم المسيحي، مشان هيك كانوا يشاركوا باسم الوعظ والكلمه بس ما يشاركوا الاتحاد باسم الافخارستي. الموظفين كاتي كيما لا ما لهم حق يقولوا نؤمن. لا ما بيقولوا ما بيقولوا لا
بس ما يصير نؤمن بإله واحد لأنه هذا قانون الإيمان، لأنه عم نعلن إيماننا بإله عقيدة كاملة نحن متفقين كل عليها آمنين فيها كذا سنة. صار فيني هلا أشارك الزمان مشان هيك الأبواب هلا ما عادش في عندنا موروثين، هلا صار بالمعنى الأبواب يعني كل شيء اسمه أشياء دنيوية عالمية سكرها سكر الباب هيك عم تاخذ معنا يعني سكر بكل الابواب حياة الأرض وهلا أنت قدام حضرة ملك البشر إلى العلاء إلى مملكة الله. يعني دائما
من اول قداس كله عم بيشدك بيشدك بيسحب فيك بيسحب فيك بالقوه لتوصل قدام الحضره الالهيه لتوصل تكون كلمه بكيانك قدام حضره قدام الله. هلا وقت انك ترتفع بالنفس بكيانك كله سوا حتى جسدك بده يكون كله مرتفع الى الاعلى. عقلك وكلمه قلبك وكيانك كله الى حيث يسوع المسيح الى حيث محمد الزمان. وها هي عند الرب لنشكر ان الرب واجب الحق. بهالصلاه اللي بتشد صلوها معي واجب الحق انه سبيحك، مشان هيك بنقول سبيحة الشكر. سبيحة الشكر على كل نعم الله بحياتي. وقت نقول افخارستيا افخارستيا خارستي عطيه اف كامله من عطيه. فاذا عطية كاملة يعني شكر على عطية الله الكاملة لنا. انه شو بدي اعمل بعد اكثر من هيك؟ بدك اكثر واحد يقتل حاله ويقول مالك شو بدك تعمل؟ خذ دماتي خذ دماتي شو بدي لك في اكثر من هيك؟ بس عطية كاملة الشكر الشكر لله على عطيته الكاملة لنا في يسوع المسيح. فاذا وليتورجيا بتعرف شو معنى فيها الليتورجيا؟ ليتوس اورجن يعني ليتوس يعني العام اورجن العمل العمل العام يعني عمل الجماعة الصلاة الجماعة اوكي؟ هاي الليتورجيا معناتها. بعدين بنقول الصلاة اللي فيها تختصر كل عمل الله الخلاصي. تنتبهوا لها شو بنقول بالصلاة؟ كل عمل الله الخلاصي بهي الصلاة بنصليها. واجب الحق نسبح ونبارك ونشيد لك ونشكر ونجذب لك من كل مواضع سيادة. أنت الإله. للي ما فيك توصف لا بالعقل ولا بالفكر ولا بالشيء ما فيك توصف ولا تحده. ولا له الكائن هو هو. عم تعمل كمان نوع من العقيده، انت وابنك الوحيد روح القدس، انت اخرجت من العدم الخلق الى الوجود، ومن بعد الخطيه ابتليت وما زلت تصنع واقمت وما زلت تصنع كل شيء حتى اصعدتنا الى السماء. ها؟ وان عبد علينا بملكك الاتي. فمن اجل هذه كلها نشكرك. فاذا الصلاه اللي بتشوفوها كلها صلاه شكر على كل عمل الله الخلاصي بحياتك. هيدي الصلاه كثير مهمه. لانك عم تشكر فيها الله ايضا على هذه الخدمه التي ارتضيتها وتقبلها من ايدينا مع ان الوفا الرؤساء الملائكه القديسين انا مين من التراب والمي. قاعد عم بعمل هالخدمة هيدي بشكرك على كل هالنعمة اللي عم تعطيني اياها. ألوف من رؤساء الملائكة ورواد إلى الملائكة الذين لدي الشروبيم والسرافيم ذوي الأجنحة الستة والعيون الكثيرة محببين وطاهرين. شو يعني رواد؟ ها؟ معناتها رواد يعني جحاف يعني أفواج كتيبة 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 جيش. اوكي؟ فإذا هيدي الصلاة اللي عم بختص عم بقولها أنا عم بشكر الله على تدبير الله خلاصي بحياتي من بعد ما أنا خلقت رجعت مت خبصت وضعفت رجع وافتديت رجع شقلني قومني معه خفرني خطايا رجع دعاني رجع طلع عنه على السماء من جديد وعيش معه بالملكوت. شو بدي غير اني اشكرك؟ شو العلاج؟ شو لا 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 مشي خليني ساكت تمضوا بس بس هيدي من بعد منا بيجي الفقر بياكل المراوح بتعرفون المراوح هذه اللي بتعرف الملاك
شبهات مثل اثنين مخلوقين هيك وعليهم مثل اشكال ملائكه. العاده كان لازم يمسك المروحه يعملها فوق الاغاني وانا بس بنقول هيدي ان الروح الرؤساء ملك ماسكون لديك الشيروبيم لازم يقولوا فيها للملائكه بس مخاليس مرنمين من اشد الزفر هاتفين وصارخين وقائلين بشيل النجم بحطه على جنب. انتبهوا هون في شغله هون قطعنا درب الصليب وشلنا القماشه اللي هي الكفن اعطيناها على جنب القيامه. هلا عم نرجع نستذكر عمل الله لأنه هو أعطانا تذكار لأن زمين يعني أخونا صرنا هلا بس عم نتذكر الذبيحة الإلهية اللي أعطاها الرسل القديسين. هون شو بيقول؟ مرنمين من شيء ضرب هاتفين صار يقول قدوس قدوس رب السماء. هاي القدوس مزيج من تغنيم الملائكة بعدين هون شو بقول كمان بسفر حزقيال بيجي القديس اذا مش غلطان في الكورس بقول هون بقول مرنمين من اشيد الظفر هادفين ايه بس في مرة بقول مرنمين وهادفين وصارخين وقائلين وبيقول عنا انه هيدي بالحيوان اللي له اربع رؤوس شافوا حزقيال عم بمجد السماء وهالاربع رؤوس اللي هن مرنمين هون مش انا مرنم بل مرنم مش الزفر مرنمين للي هو بيرمز الى النسر الطير وهادفين بيرمز الى الثور للي بيركض وصارخين للي بيرمز الى الاسد وقائلين ينزل بيرمز الى الانسان. يعني كل مستمر الاربعه. ايه وبعدين قدوس قدوس رب السباقوت السماء والارض مملوءتان بمجدك. هيدي للملائكه. وشعنا في الاعالي خليكم تسمعوا معي. مبارك هذه باسم الرب لاطفال اورشليم اللي كانوا عم بيقولوا ليسوع وشعنا الأعالي مبارك الآتي باسم الرب وشعنا وصلنا يعني خلصنا. فإذا هو مزيج تسبيح مزيج ما بين صلاة تسبيح السماء وتسبيح الأرض كل السماء والأرض عم تهتف ليسوع المسيح قدوس الملائكة وشعنا في الأعالي للي على الأرض ايه بس انه النشيد هذا مزيج من اطفال اورشليم للي عم يستقبلوا يسوع ومزيج من قدوس الله للي بالرؤيا وبسم الاشعه بيقول قدوس الله قدوس الله. فاذا هيدي الصوره الحلوه انه السماء والارض مملوءتان بالمجد. السماء من فوق عم بتسبحك بتقول لك قدوس والارض عم بتقول لك مشعنا تاع خلصنا. هيدي دمرة الكاس هيدي مش موجودة بالقصة هيدي موجودة أكثر على اللاتين نحن أخدينا لأن اللاتين قبل ما يجوا يقولوا بركة الأنابيب فيش واحد تنينينين بيقول كمان بيقول نحن أخذنا منهم تن 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 بس هيدي مش موجودة فيكي بس تشيل النجم بدون ما تكون على أساسا بس صارت مثل إنه تهيئة بتقول كلمة جو تن تن لا مش قصه المجيء الثاني هيدا وقت قالوها اطفال بيت لحم بيقولوا هشعنا في الاعالي بيت لحم اطفال بيت لحم مبارك الآلي باسم الرب هشعنا في الاعالي يعني الارض والسماء تسبح مجد مجيء يسوع. وبعد كده بكمل الخوري اكثر بزيد على ان الله هو القدوس الذي يقدسنا
وبقول الكلام الجوهري حتى ما اشطول فيه كثير عليكم، لانه الدرس شرطه طويل. بس ما بقول خذوا فكروا، مش هو اللي عم بيقول يسوع بذاته هلا عم بيقول لنا خذوا فكروا بالشكل الواضح. مش الخبر اللي هو عمل خزنه، هو الخبر ما خصه بشيء. في ربنا يسوع بحد ذاته مثل الناس، مثل ما كان بوقت العشاء السري يوم الخميس، عم بيرجع بيقول لنا نفس الكلام. خذوا فكلوا هذا هو جسد. رجع بيقول خذوا فكلوا هذا هو دم الذي يضرب من اجلكم. اصنعوا هذا بذاته. وبيرجع بكمل بخوري كل العمل خلاص مجرد اجل الصلاة والقبر والقيام اليوم الثالث. ما لك مما هو لك نقرب لك عن كل شيء ومن اجل كل شيء. هاي الاكلة كثير ناس يسالون عنها، شو هاي ما لك مما هو لك؟ ما لك يعني انت الفاتي. بمطرح ابونا قبل ما يبلش اي مسلمون في صلاه اولى للي بيقولوا فيها رحمة الله، بيقولوا يا رب أهلني للنقوم بهالخدمة اللي عم تقلي عنها بوقت يكون الناس عم بيردوا أيها المسلمون الشرورين. يمكن مش سامعينها مني، بس هي كمان ترجمة لملكة الملك. هون بقول خوري أنتوا عم تقولوا أيها المسلمون الشرورين. بيقول مش عارفكم شو كل شيء بيقولوا، بس إنه بدي اختصر حتى ما أطول عليكم. بيقول اخر شيء، انا عبدك الخاطئ غير المستحق، فانت انك انت المقرب والمقرب. انت اللي مقرب الذبيحه وانت الذبيحه. انت الكاهن الاعظم وانت المذبوح بالمقدس والقابل والموزع. للي بقبل انه يتحمل كل ضعفاتنا وخطايانا ويفتدينا، وللي رجع عم يوزع علينا النعم والبركات. هون نفس الشيء، افتدينا ورجع من خلال استحقاق الامه، رجع انا عم باخذ النعم والبركات السماء، وفتحت ابواب السماء قدامي، ومصالحه مع الله تمت بذبيحه يسوع المسيح. هون برجع بقول لي ما لك يعني ذبيحتك، مما هو لك الخبز والخمر للي هو اللي انت اعطينا اياه، مما هو لك نقربه لك باسم الخلائق كلها. انا بقرب ذبيحه يسوع المسيح الى الله الاب. انا هون بتوجه للاب، مش عم بتوجه للابن. ماسك القرابين، ذبيحه يسوع بين ايدي بشكل صليب، هيدي علامة الفداء، ذبيحة يسوع عم بقدمها لله الآب، وبقول له ما لك مما هو لك يسوع المسيح من أجل كل البشرية جمعها وخلاص نقربه لك عن كل شيء ومن أجل من أجل عن كل شيء. يعني عن كل شيء يعني باسم كل الخلايا، باسم كل البشر، ومن اجل خلاص كل البشر. يعني انا ما اقدم ذاتي قدام الله، لانه ذبيحتي ناقصه تكتمل بذبيحه يسوع. بتصير مقبوله اذا قدمت يسوع. بقدم يسوع ما لك مما هو. انا القرابين اللي بقدمها بالزياح اول ما بقدم الذبيحه الالهيه من اجل نوايا وكذا وكذا، هالنوايا اللي انا عم بقدمها كلها تكتمل معانيها وبتصير مقبوله امام الله عندما اقدم ذبيحه يسوع. بس من اقدم ذبيحه يسوع الفادي وخالص العالم، هو بيسكب من دمه
القدوس لأجل أنه يطهرني إذا كان عندي شوائب ومن أجل يقدسني ويقدس ذبيحتي أكثر وأكثر، يقدس نواياي أكثر وأكثر، لأنه هو المثال. مشان هيك أنا وقت بحط ذبيحة يسوع من فوق الباب السليمي يسكب دمه على الأرواح البطرية وعلى كل المجاهدين بهالحياة، حتى هو يعطينا القوة لحتى نقرب أكثر لذبيحة يومه. هيدي النعمة ما لك ممن هو لك، أقربه لك على كل شيء. روح صلاة قديش شربي مراكلينا بالسريانة، قديش شربي قام اختصر كل حياته المسيحية بذبيحة الصليب. قال له يا أبتي ما فيني شيء أقدم لك، أنا اللي بقدم لك هي ذبيحة ابنك لن يطردني. وإذا أنا عم بعمل شيء في حياتي أنا عم بعمله على ضوء ذبيحة ابنك يسوع وبقوة يسوع وروح القدوس. إذا أنا عم نام على الخشبة على الأرض، إذا أنا عم صوم لأنه هو عم بيقدسني وباستحقاق آلامه أنا غفرت خطاياي وأنا عم بتقدس، شو بدي أقدم لك؟ لأنه هو مات كرمالي أنا عم بعمل كل هالشيء. فإذا صرت أنا على ضوء آلام المسيح وذبيحته على الصليب صارت كل أعمالي عم تترجم قداسي. مشان هيك أنا هيدي الفكرة ما كانت موجودة بالبشر، مع يسوع ظهرت الحقيقة. ما لك مما هو لك، أقربه لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء. ومرة قلت له إنه ذبيحة يسوع هي ذبيحة ابن الله الوحيد للي منه كلنا خلقنا. مش إنسان عادي عم يتألم، هو إله وإنسان يتألم. ولذلك ذبيحته كافية وافية لغفران خطايا البشر. مش إنسان عادي، إله يتألم وألامه بما أنه هو إله وخالق الكل كافية أن تفتدي بالواحد. وبعدين طوضنا بيصير في استدعاء القدس على القرابين، وهون بعدين قلنا بيصير جاي هناك للمتناولين منهما لعباد الناس لغفران الخطايا شهدت من القدس الكمال ملكوت السماوات من دار لديك دار الخطايا علينا ونعم. هالمناولة هيدي اللي انا بدي اتناولها فيها غفران خطايا. تسمعوه انتم بس مبارك الأرابين صاروا جسد المسيح، بس شو عم بصير؟ في غفران خطايا، في شركة الروح القدس، صرت أنا مسكن الروح القدس، هيكل، صرت أنا عم مشارك بملكوت الله السماوي. للدالة لدي أنت اللي عم تعمل هالشيء مش أنا. وباستحقاق أنت، وما تكون هيدا الشيء للدينونة أو للقضاء، إنه يكون أنا إنسان عم بعيش الخطيئة وبالوقت نفسه عم شارك بهيك شيء مقدس. مثل ما بقول مرقس، إذا أنت بتناول إرمالك بالمستحقاقة شو بتصير عليك؟ دينونة. لا للدينونة أو للقضاء. يقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية لأجل الذين دفعوا على الإيمان، الأجداد والآباء. ليش أنا هون بذكر؟ لأن هون الأجداد والآباء والأنبياء والرسل والكارزين والشهداء والمعتلفين عنوانهم الوحيد يسوع المسيح الغائب من بين الأموات، يسوع المسيح المخلص. إذا عاشوا على سنهم لأنه كانوا عم يمشوا بيسوع المسيح المخلص في حياتهم. فإذا باستحقاقهم هون كمان اللي عم يصلوا معنا واللي عم يشاركوا معنا بالذبيحة الإلهية، أنا بدي أذكر هون الأمانة. نقرب لك أنا هذا بعد الحين لأجل الذين توفوا
خيرتك. بالذبيحة مش بس أنا عم بحتفل بالذبيحة، في القديسين كلهم عم يشاركوا بالذبيحة. قلنا العذراء على روحها عم تشارك بالذبيحة. بس مشان هيك بذكرهم، برجع بقول من أجل خلاص نفسي بكون أنا شريك بملكوت الله، وأكون أنا إنسان هيكل للروح القدس. كلهم هودي لحتى أكون معهم لهالقديسين اللي هن تقدسوا قبل مني، وهلا هن قدام حضرة الحمل الذبيح. وخصوصا سيدتنا بعدين من بعد ما أذكر القديسين المشاركين بالذبيحة، بذكر الطيبين والراقدين للي هي الكنيسة. شو؟ مجاهد. المجاهد. بجع رقص البابا والطران والطامن والشعب كله مؤمن. لابد تغرق على استجب يا رب. هو الطلبات السلمية استجب يا رب. إذا بتقروهم هو مثل أنه واحد عم يستعد لينطلق للرسالة. رح يجي هلا يتداول ورح يرجع يروح على حياته من بعد مناولته يا رب أن يكون ليوم كامل مقدس. من بعد مناولته يا رب خلي ملاك ينطلينا مقدسا كل حياتي وتأخذي. من بعد مناولته يا رب أن تقضي حياتي إلى آخره. نرجى يوم يكون كامل مقدسا أن تكون أول حياتي. شو معناتها؟ إنه أنت هلا عم تستعد لتتناول ولتنطلق لرسالة من بعد المناولة، وعم تقول للطلبة طلب من الله إنه يقويك من بعد أنا فتحت فيه تنطلق، أن يكون بعدين وهلا يا سيد مرسل أولادك إلى بيننا الأبانا. تعرف شو الأبانا؟ الأبانا شرح كامل، شرح كامل. شوفوها. شرح كامل. هي بتختصر. قداس إلهي. قداس إلهي كم سوى أبانا. أبوه روح القدس يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا وغفر المصافحة نجينا المشكلة خلص القداس أن يكون يوما كله كاملا مقدسا ونحن يا رب قدسنا ونجينا من الشر وأنت حياتنا اليوم من يوم ومن التجربة. فإذا مشان هيك الأولى بالآخر قبل ما نام وهي برجع بقول من بعد أبانا السلام لجميعكم، لأنه هلا في حدث بيصير هو الاتحاد بشخص المسيح. لأنه كمان عمل إليه بيصير هو الاتحاد. وهون وقت برفع بنابين أنا غير المستحق، اللهم اغفر لي أنا الخاطئ، اللهم اغفر لي أنا الخاطئ. برفع القرابين القداس للمسيح. مين القديسين؟ هو انتم قدوس واحد رب واحد يسوع المسيح. هو القدوس الذي يقدسنا. انا قديس مش قدوس. هو القدوس هو المقدس. مشان هيك قدوس واحد رب واحد يسوع المسيح لمجد الله الاب. بعد منا نعم هذا كل العيلة عم تتناول، ليه ما بتعطوا البركة مش البركة الغفران يعني الجماعي؟ ما فينا الغفران الجماعي بده يكون ضمن خطايا، بدي اقول لهم الناس تعطوا الغفران الجماعي، بده يكون في خطايا عرضية ممكن اعطي فيها الغفران الجماعي، بس الخطايا الكبيرة لازم يعرفها الشخص الخاص ما بتنحل الغفران الجماعي. بس كل العيلة عم
سذاجه ايمان وصار في استخفاف في الامور الفاسده. يجازى ويقسم حمد الله الذي رزق ولا ينقسم ويقبل في العين ولا ينقبل القدس من الاولين. هون شو يجازى ولا ينقسم ويقبل في العين ولا ينقبل في العين ولا ينقبل. شو يعني؟ يعني جسد المسيح السري هو يعطى لكل الناس وهو حاضر لكل الناس بالتعطيل. نعم يعطي النعم لكل الناس بس ما بيتجزا، لابد نحن من كلنا بنصير مثل ما قلت لكم لا جسد حي خارج جسد المسيح. وكل انسان يطلب ان يتحد في هذا الجسد، هذا الجسد بقدسه وبدمه. طب الاتحاد مش الذوبان، ذوبان يعني انك خلص انت بتنتهي، بتنتهي شخصيتك، بتنتهي كيانك، بتنتهي وجودك، بتدوم. مش ذوبان، اتحاد. بضلك انت بكيانك وبشخصيتك وبانسانيتك وبخصوصيتك بس مقدس بالمسيح وواحد مع المسيح. يا رب اجعلهم واحدا كما انا وانت واحد. واحد غير منقسم. نحن نصير واحد مع يسوع ما منقسم لانه وحده عايشه بس من متفرقين. مش عامل ربنا كله هيك صف كله فوتوكوبي وادي كونسيرت، لا ربنا يحترمك من سيدك وخصوصيتك بس انت وياه باتحاد كامل. وبعد منا مباركه بحراره القديسين كل حين مسكوا بالماء الصفا للي هو بحراره الايمان. ذبيحه يسوع مثل ما بيقولوا اللي فيها دائما استعداد انه حي بتقدس مثل واحد اجا شو اسمه شرح او ذبح شيء بيطلع دم جسمك دم شو بيكون؟ سخن. يعني ذبيحة يسوع الحي للي بدها تقدس هلا واللي هو قائم من بين الاموات والحي للموت. مش انا بقول جسد دم ربي ليسوع المسيح الكريم والمقدس الحي للنهور يعطى لك غفران. مش عم بعطيك انا دم ميت، عم بعطيك دم حي طاقة من بين الاموات ليقدس حياتك ببيانه. شوي جنب كلنا كامل مباركة الحرارة القديسين يا رب. قبل المناوة مسكوا بالماء السخن. خلص اللهم شعبك وبارك لنا.
لأنه عمل الفداء مش بس عمل الابن، كمان الثالوث الأقدس حاضر عمل الفداء، لأنه تكبير الباقي السماوي وتنفيذ الابن وروح القدس الذي يكمل عمل الابن بالكنيسة. بعدين نقول نشكر ربنا شكرا لائقا، نشكره بأي رسالة البشر. أنا شو بقول؟ هون بهذا الاسم من بعد المناولة اسمه حياة يسوع الظافرة. شو بقول أنا؟ بقول أنتم لقد نظرنا نور الحقيقي. أنا شو بقول؟ ارتفع الله على السماوات وليكن مجدك على الجميع. هي حياة يسوع الظافرة، يعني يسوع المتعالي القدوس الذي يقدس البشرية اليوم قدسنا، ولكن هو الحاضر بالملك السماوي دائما، الحاضر الدائم المتعالي المقدس بالوقت. بنقول له باي باي. مش بنقول له باي باي، بس بمعنى بس ما خليك معنا بنحضر بالملك السماوي. ارتفع اللهم على السماوات وليكن مجدك على جميع الارض. بس ضل معنا. ارتفع اللهم على السماوات وليكن مجدك على جميع الارض. بعد منا هاي حياة يسوع الظافرة، بعدين نرجع بنقول يا مبارك مباركيك يا رب المقدس. هاي عادة الفخور بنقولها، بس ما بيقولوهاش الناس، بس هلا الناس بتقولها معه. بس هيدي مثل طلبة الفخور للي بيقولها من قلبه لكل الناس ولكل الكنيسة ولكل اخوة الاخوان والبيت والمكرسين. برجع بيختمها الحكام وبيقول اللي عم يحصل لهالبيت المقدس، خلي الشعب تبارك خلص اللهم شعبك، يعني خلص الناس البيعه اللي انت وكلتني عليها كنت انا مسؤول عنها، خلصها باركها قدسها. المسؤولين الحكام الروحيين الزمنيين كلهم هودي موجودين، انت باركهم يا رب، لانه كل عطيه صالحه كل موهبه كامله هي من العالم. هون التسبيح الجماعة كلها ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد. بيكون عم بيقولوا هن ليكن اسم الرب أبونا المقدس أيها المسيح إلهنا، بما أنك كمال الناموس والأنبياء قد أكملت كل ما دبرت عناية الآب، املأ قلوبنا فرحا وسرورا كل حين الآن وإلى الأوان وإلى دهر الدهرين. هيدي المعقول ياخذ اسم الله لابونا بتمعقول هالصلاه. عم يرجع بيقول بيختم لقد اكملت كل ما دبرته عنايه الله، املا قلوبنا فرحا وسرورا كل حين الان وكل امان والى دهر الدهر. بعدين البركه الختاميه يعطيكم العافيه. في شغله كمان ما شرحت لكم اياها، المبخرة الكنيسة ما قبلتهاش أولا، لأنه كانوا يستعملوها البسط زي بيرفو البخر هذا. بس المبخرة وقت بكون عم كرس الإيمان هون كمان بدي بترمز إلى الماجوس، وقت أنا صايد للي كانوا جابوا معهم الإيمان. والمبخرة هي لبخر بخر المقدسات، وبخرهم لإلكم لإلكم أنتم هيكل عشان هيك بخرب. فإذا الله سكب علي نعم ومراحل وتحولت النعم اللي أنا بختبرها إلى صلاة وابتهالات وشكر لله وتبخير للحضرة الإلهية، اللي بيقول لترتفع صلاتك المخبوطة أمامك وليكن رحمك إلي ذبيحة مسائلة. فإذا البخور هو نوع من التسبيح والشكر تمجيد لربنا. المبخرة اللي بتشوفوها بين ايديكم وليه المبخرة؟ يحيى هون لنجيبها هيدي بعد تالي ونختمها إلى رموز. هيدي المبخرة هون العذراء مريم والجمرة هي يسوع المسيح مثل الملائكة المحتارمة
بس ما بتحضر جمرة هي يسوع. والولاد هودي للي هي شو عطتنا يسوع المسيح للي كان شو؟ البخور اللي أعطى النعم والبركات للبشرية بتجسد. بعدين عندنا الاثني عشر رسول للي بشروا بمجيء المسيح وتدبير الخلاص. 12 كلمة ثلاثة ستة تسعة 12 واحدة منهم ما بتصور ولا هي وهي يهوذا ما بتصور شو؟ مش لازم تطلع لأنه يهوذا لأنه ما بشر. والأربعة عباد للي هن أقطاب الأرض الأربعة للي بشر كل مستور المعروف وقبة السماء. اوكي؟ هاي المبخرة بشكل مبخرة هي شو بعد في عدد؟ سيمون كم سنة؟ لا يكبر شميري في الحمل من أعضلي الشعب الحمل وقت الحمل مرحب مبني وقت فيني ناوله بس هو كبير لأجل بس ما في شيء يعني ايه بس ما في شيء بس لأنه هو يعني قطع كبير بس بتخلوه لهيك ما أنا مرة دوتك يا بنا مرة نو بس خليكي يعني وصف في شغلة مرة خليكي شو دوتك أي شيء هيدي تبع الزبايا ايه ما قلت لكم هيدي كانوا النقمة بس ما يكون العالم كله من كبر سنين الارتاح للي هي تعتبر مثل كل النوايا الصالحة والمصافحة بتصير بنؤمن يجي بسلم على المسيح من بيننا يجي واحد يعطيك الإرباني الإرباني اللي فيها كل النوايا كل الخبز والملح بيننا بقى نفسه نذكر بعضنا البعض خير نذكر موتانا نذكر بهذا الليل للي هي علامة اتحاد بعضنا البعض قلنا احنا مين؟ يوحنا زهبيل ما بصعب زازل في المشاريع الديس يوحنا زهبيل ما بصعب عمل هذا الرسم الزميع هيدا في عنا نحن لا في كنيستنا نحن في عندنا ثلاث زميل في ليتورجيا يوحنا زميل فم في ليتورجيا باسيلوس الكبير وفي ليتورجيا غريغوريوس النازيانزي اللي هي أقداس الكنيسة في ثلاث في عندي بعد نافورات نافور بس بدخل نافور يعني صلاة التقوى يعني من بعد أيها المسلمون الشرورين أنا فور أو النفور مسموه لأنه هو صلاة التقدم عندك نفور مر يعقوب وعندك نفور مر بطرس وعندك وكل نفور من تاريخنا نحن هون عندنا نفور يوحنا زهبيل فهم باسيلوس الكبير وعندنا غريغوريوس النازيانزي اللي بيعمل بس في طوائف بتستعمل طاقة بتستعمل